أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة. الحقيقة مقطع فيديو يمكن صعب للغاية بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص خلال الساعات الماضية. الحقيقة أنه المقطع اللي بكلم حضراتكم عنه بيظهر فيه شخص بيعتدي على فرد أمن على بوابة أحد المجمعات السكنية أو يعني كومباوند سكني مع انتشار الفيديو بصورة كبيرة جدا على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، وكمان الحقيقة انه بالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغا من المجني عليه، يعني بيتضرر فيه من يعني يتعدى المتهم عليه وإحداث إصابات به، وتولت النيابة العامة التحقيقات. ايضا في هذا الاطار امر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمه التحقيق فيما هو منسوب اليه من يعني استعراضه للقوه والتلويح بالعنف واستخدامه كمان ضد فرد امن بمجمع سكني بالمقطم وتعديه عليه بالضرب والسب واحداث اصابات به وتقديمه محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة. بالتأكيد وجهت النيابة العامة للمتهم يعني عدة جرائم تضمنت استعراضه القوى والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن بالمجمع السكني بالمقطم طبعا، وكمان يعني التعدي عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به وتقديمه محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة مثلما ذكرت لحضراتكم. طيب البعض بالتأكيد هيتساءل أيضا عن تفاصيل الواقعة يعني اللي بالتأكيد إنها شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. خلوني أقول لحضراتكم في هذا الشأن إنه وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول لمقطع مصور يعني بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بيظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعا على الوجه. كمان الحقيقه انه المجني عليه قال في شهادته انه خلال يعني مباشرته العمل كفرد امن على بوابه الكومباوند استوقف سياره يعني استقلها 4 اشخاص طلبوا الدخول للكومباوند فاستعلم عن سبب دخولهم، فمن هنا بقى قرروا ان هم يدخلوا لاحد العملاء لاصلاح سيارته دون وقوفهم على يعني اسم شخص صاحب هذه السيارة، فطلب منهم الاتصال به. فالحقيقة انه المتهم تحدث اليه هاتفيا وامره بادخال المسؤولين فسمح لهم، ثم فوجئ بحضور المتهم لاحقا نهروا لاستيقافهم، وكمان بدأ بقى انه يتعدى عليه بالضرب والسب واحدث اصابات بيه، وقامت النيابه بمناظره ما بالمجني عليه من اصابات وطلعت التقرير الطبي المحرر بها. ايضا النيابه العامه شهدت تسجيلات الات المراقبه الخاصه بالمجمع السكني ويعني التي اظهرت ملابسات الواقعه منذ بدايه حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير رد الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه. وعلى ذلك بالتأكيد أمر النائب العام بحبس المتهم احتياطيا 4 أو يعني حبسه على ذمة التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه. الحين كمان النيابة العامة استمعت إلى شهادة 3 من المقيمين في الكومباوند وأكدوا تعدي المتهم على يعني هذا الشخص فرد الامن المجني عليه بالضرب والسب، وانهم حاولوا الدفاع عنه والحيلوله يعني بينه وبين المتهم، وقد اكدت تحريات الشرطه صحه حدوث الواقعه على نحو ما جاء في شهاده المجني عليه والشهود، وطلبت النيابه العامه بجنوب القاهره بسرعه ضبط واحضار 3 عمال صيانة ظهروا خلال فيديو تعدي الموظف بالمعاش بالضرب على فرد الأمن في كومباوند لسؤالهم حول الواقعة. يعني زي ما ذكرنا لحضراتكم إنه مرة أخرى النيابة أمرت بإحالة موظف بالمعاش للمحاكمة الجنائية لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد هذا الشخص فرد الأمن بمجمع سكني وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به. أيضا طلبت النيابة قسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على
ملابساتها لاستكمال التحقيقات، ووجهت أيضا له يعني هذه التهمة وهي التعدي على الموظف أثناء تأدية عمله. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ظهر في مقطع فيديو وهو بيضرب هذا الشاب، ويعني كان بيضربه بشكل عنيف جدا عندما طلب من 3 عمال صيانة عدم الدخول لحين معرفة رقم يعني هذه العمارة أو الوحدة السكنية والشقة التي يرغبون في الدخول إليها. يعني دي كانت كافة التفاصيل، بالتأكيد سنوافي حضراتكم بكل المستجدات وبكل التفاصيل فور توفرها أول بأول من تلفزيون اليوم 7، وبشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة.